احنا قبل ما نتكلم على المدينه، احنا بنسمع مدينه اول مدينه مليونيه، دي عايزين نعرفها. بنسمع مدينه تضاهي المدن العالميه، هي برضو في بعض الناس ممكن يكونوا ما سافروش كتير فما يعرفوش ايه اللي موجود في المدن العالميه عشان نقول ان هذه المدينه تضاهي المدن العالميه. مراحل الانشاء، التخطيط لهذه المدينه، اختيار الارض، اختيار المكان نفسه لاقامه هذا المشروع العملاق. خلينا في البدايه نوضح للساده المشاهدين، الساحل الشمال الغربي قبل تغيير الرؤية أو النظرة لتطوير الدولة أو إنشاء الجمهورية الجديدة كان إزاي؟ في البداية الساحل الشمال الغربي كان بيبدأ من غرب اسكندرية حتى سلوم بطول 250 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط. كان عبارة عن قرى مصيفية بتشتغل شهرين أو ثلاث شهور في السنة وما فيش أي استفادة من الموارد الموجودة في الساحل الشمال الغربي. رؤية القيادة السياسية كانت واضحة بتعظيم الاستفادة من الساحل الشمال الغربي. بدأ بالفعل تكليف القوات المسلحة بتطهير المدينة أو مدينة العالمين. طبعا لازم نوضح أنها كانت فيها مخلفات كثيرة جدا من الحرب العالمية وخلال السبعين، الحرب العالمية الثانية، وخلال السبعين سنة اللي فاتوا لما تم تطهيرها نهائيا. يعني 2017 تم تكليف القوات المسلحة بتطهيرها من الغام. 2018 صدر قرار 108 بإنشاء المدينة على 48,000 فدان. فيما بعد حصل اضافه 102 فدان ليصبح اجمالي المساحه 2020 152,000 فدان. بدا التطوير في المدينه بانشاء مجتمع حضاري متكامل. معنى حضاري متكامل هنا ان انا بقدر ان انا انشئ جميع القطاعات الرئيسيه للمدينه كمرافق كاسكان كخدمات. ونقدر نقول ان في البدايه الساحل الشمال الغربي كان فئه معينه هي اللي بتستفيد منه، حاليا لا، احنا عندنا مدينه مفتوحه للجمهور بالكامل، يقدر اي مواطن في اي وقت يدخل المدينه ويزورها ويستفيد منها. طيب هنرجع تاني اللي كنا بنتكلم في المقدمه يا باشمهندس. الفكره كانت موجوده من 2018 بالظبط، من 2018 لحد 2023، ده ما يعتبرش وقت طويل بالمناسبه عشان نشوف مدينه بهذا الحجم. طبعا. عايز اعرف من حضرتك ازاي ده حصل، نسب التنفيذ ازاي حصلت، ازاي قدرنا نعمل كل ده، ازاي قدرت توفر فرص عمل. خلينا اوضح لحضرتك طبعا ان احنا يعني الشغل عندنا 18 ساعه ثلاث ورديات متواصله بالكامل، جميع المخططين والعماله والمنفذين مصريين. في البدايه اهم عوامل النجاح في انجاز المشروعات هو التخطيط. كان في تخطيط محترم طبعا في البدايه، فده وفر علينا كتير في الوقت. شركات متميزه وشركات كبيره من اكبر الشركات في مصر حاليا هي اللي شغاله معانا. عدد العماله الكبير جدا في التنفيذ، وان احنا نقدر، التحدي كان كبير جدا رغم كل الصعوبات اللي قابلتنا خلال الخمس سنين اللي فاتت ككورونا مثلا، الشيبنج واللي حضراتكم عارفين طبعا الازمه اللي حصلت خلال فتره كورونا. فيما بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت شويه علينا في عمليه الاستيراد، بس قدرنا الحمد لله نتغلب، اتجهنا طبعا للمنتج المحلي وتوطين الصناعه، فده وفر علينا برضو وقت كبير جدا. فرص العمل كانت كبيره جدا، عندنا حوالي 100,000 فرصه عمل في المدينه، فده رقم كبير جدا. وده يعني احنا ركزنا على العامل البشري، يعني المواطن او العامل او العنصر البشري المصري هو يعني هو اسس نجاح المدينه. طب العماله يعني كانت منين يا فندم؟ العماله كانت منين؟ كلها مصريه، مهندسين، مخططين، مشرفين، عماله، حتى المصنعين. عندنا مصانع تحديدا عن العمال. العمال معظمهم يعني من المحافظات والاقاليم المصريه يعني. طيب احنا دايما زي ما بقول لحضرتك كده، احنا بنقول مدينه مليون، يعني ايه مدينه مليونيه على الساحل الشمالي، ويعني ايه تضاهي المدن العالميه؟ مدينه مليونيه هي المدينه بتستهدف 3 مليون مواطن حتى 2030 ان شاء الله يعني. تضاهي المدن العالميه ازاي؟ اول حاجه تضاهي المدن العالميه في انشاءاتها، في الطابع العمراني والتخطيط وجوده الحياه والتخطيط العمراني والطرق. تضاهي المدن العالميه في ادارتها الذكيه وفي العناصر التكنولوجيه اللي فيها. معنى مدينه ذكيه هنا مدينه بتضاهي، يعني حاليا الدوله كلها بتتجه ناحيه الحوكمه وان التكنولوجيا او العناصر التكنولوجيه تبقى موجوده وتقليل تدخل العنصر البشري في اداره المدن. فاحنا عندنا عناصر جمع البيانات، بنجمع بيانات للمدينة، بنجمع بيانات استهلاك الطاقة، استهلاك الكهرباء، الترافيك بتاع المرور، تأمين المواطنين، الكاميرات وحاجات المراقبة، كل ده بنجمع منه بيانات بيتم تحليلها، وتحليل البيانات دي بيتم اتخاذ القرار عليها، سواء اتخاذ الكتروني او المعدة نفسها بتنور على الشبكة، الشبكة تقدر تصين نفسها تديني الارم ان عندي مشكلة في حتة معينة اقدر اصينها في وقت معين، او في بعض البيانات بيتم رفعها للقياده والسلطه المختصه لاتخاذ القرار فيها كتقسيم بيع، يعني مثال بسيط جدا
لو حضرتك بتمشي في مول زي اللي احنا فيه، المنطقه الترفيهيه دي عباره عن 40 مبنى، احنا عندنا يعني انظمه حديثه اللي هي الواي فاي او اللوكيشن تتبع الموقع، فبنقدر نعرف الترافيك بتاع المواطنين في المكان ده. فالقيمه البيعيه لتواجد المواطنين او الكثافه الموجوده هنا بتحدد القيمه البيعيه. صحيح. هذا عنصر تكنولوجي او عنصر يعني ما فيش البشر ما تتدخلش فيه بتحديد القيمه البيعيه بناء على تواجد المواطنين. احنا بنقول كده بالبلدي، بنقول المكان ده عليه رجل. عليه رجل الناس بالظبط كده. بالظبط عليه رجل. فده طبعا بيفرق معنا جدا، وبيفرق في تامين المواطن. اهم حاجه التامين والسيفتي، مدينه بالكامل مراقبه، توفير الطاقه طبعا. لما اراقب الميه طبعا، يعني موضوع الميه ده مهم جدا حاليا في البلد، براقب استهلاكها. احنا انا بنتج الميه من هنا من المدينه من منطقه حليه، بتابعها من الاول الخزانات اللي عندي لحد تدخل للمحطات تتوزع على المباني. كل نقطه ميه من اول ما تطلع من المحطه عندي لحد المواطن بيتم مراقبتها وتحليلها. الكهرباء هكذا، الاتصالات والكوميونيكيشن والداتا هكذا، وهكذا الغاز وجميع الشبكات بالكامل. طبعا ده بيفرق، واهم وتقسيم القطاعات برضو المدن، يعني المجتمعات العمرانيه الحديثه طبعا بتراعي جميع فئات المجتمع عشان اقدر انشئ مجتمع عمراني، مش هقدر اجيب فئه معينه تقدر تعيش. دي بقى نقطه مهمه جدا يا باشمهندس، لانه في ناس معتقده انه الاستفاده من هذه المدينه من قبل فئه بعينها، وان هي مش كل الناس تقدر تستفيد منها. فانا عايزه حضرتك تكلمنا عن النقطه دي تحديدا. يعني دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، القياده السياسيه نبهت عليها، ان المدينه تبقى لجميع فئات المجتمع المصري. اول حاجه الساحل الشمالي كان في الاول عباره عن مصايف مقصوره عن فئه معينه من الشعب. حاليا ملاك يا مستاجرين، كقطاع سياحي، نتكلم عن قطاع سياحي، اي مواطن يقدر يستمتع بالبحر، الشاطئ عام، عندنا ممشى 7 كيلو فيه جميع الخدمات مفتوح لجميع المواطنين، ده ما كانش موجود قبل كده. في القطاع السكني راعينا طبعا جميع اصناف من الاسكان، بدانا بالاسكان المتميز، سكن لكل المصريين، ده بيستهدف شريحه معينه من المواطنين. بعدين علينا شويه رحنا للاسكان سكن مصر، علينا اكتر واكتر طبعا لازم نلبي جميع الرغبات طبعا. فروحنا للاسكان المتوسط والفاخر اللي هو الداون تاون والحي اللاتيني وكومباوند مازيرين فيلات وعمارات والابراج الشاطئيه اللي حضراتكم شايفينها حاليا. طيب ردود افعال الناس بقى عامله ايه على هذه الانشاءات الموجوده في المدينه؟ والله يعني الناس فخوره جدا باللي بيحصل في البلد والعالمين خصوصا، يعني في طفره حصلت في الساحل الشمال الغربي، في رؤيه طبعا. انا طبعا متواجد من هنا من بدايه المدينه، فبحس كل سنه تواجد الناس فصل الشتاء بدا يزيد بفتح الكليات والانشطه والصناعات اللي بدات تشتغل في المدينه. انطباع الناس عن المدينه، التصوير والسوشيال ميديا والحديث اللي بيحصل فصل الصيف خصوصا يعني على المدينه، ده بيدي مردود كويس جدا وايجابي لينا كلنا يعني. طيب هنتكلم عن فعاليات المهرجان يا فندم. مهرجان العالمين الجديده في نسخته الاولى اكيد كان في استعدادات وتجهيزات لاستقبال هذا المهرجان. طبعا بدانا من اول فصل الشتاء نعرف فعاليات المهرجان والاماكن اللي بتقام عليها المهرجان ده. مهرجان مهم جدا، بيحسن فرص الجذب الاستثماريه في المدينه، بيوضح للناس حجم الانجاز اللي بيتعمل في الجمهوريه الجديده وخاصه العالمين الجديده. وطبعا يعني بيرد على جميع يعني لو في اي انتقاد، احنا طبعا يعني انتقاد ان المدينه مقفوله والفئه معينه، لا المهرجان بيوضح ان اي حد يقدر يستفيد من المدينه حاليا. لكن احنا مستعدين لاستقبال، يعني هو من المتوقع انه هذا المهرجان يجذب مليون شخص لحضور هذا المهرجان من مختلف دول العالم، احنا في المدينه مستعدين. مستعدين طبعا، وكان الفتره اللي فاتت كان في تواجد للسياحه الاجنبيه والعربيه بشكل كبير جدا. والسياحه المحليه بدات تزيد خلال الشهر ده، وفي تزايد طبعا، في توافد كبير جدا حصل في المدينه الفتره الاخيره. المهرجان يعني عمل جذب كبير، يعني احنا لا فرق السوشيال ميديا والحديث حاليا، حتى تواجد الناس والكثافه طبعا، لا فرق كبير جدا. فرق كبير جدا. طبعا المهندس سعد ياسين معاون رئيس جهاز مدينه العالمين الجديده نورتنا، بنشكرك على كل هذه المعلومات، ونبارك لكم كمان يعني، وبنحييكم على كل المجهود الكبير. شكرا يا فندم، متشكرين. شكرا جزيلا ليك. شكرا.